إذا المكونين للبرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي يتعلق بالدعم الفني وبمكون تمويلي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور علي. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. اهلا بيك دكتور علي. تابعنا طبعا افتتاح معرض اهل رمضان، واحنا شايفين المجهودات اللي بتبذل خلال الفتره الماضيه في مزيد يعني توفير السلع الغذائيه الاساسيه قبيل شهر رمضان، بالتزامن مع يعني الازمه العالميه اللي موجوده في العالم كله، بالتاكيد لها تداعيات على المواطنين في منطقتنا وفي مصر. إذا كلمة السيد رئيس الوزراء النهاردة في بمناسبة معرض أهلا رمضان، أولا كيف تبعته؟ طبعا هي كلمة مهمة جدا، رسالة طمأنينة للشعب المصري في ظل ظروف صعبة جدا بيمر بيها الاقتصاد العالمي وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية واللي أثرت بشكل واضح على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار عديد من السلع الاساسيه على مستوى العالم، واللي اصبح كمان يمكن حديث العالم اليوم عن مؤشر الامن الغذائي، مستويات الجوع على مستوى العالم، نقص في السلع الغذائيه لعديد من الدول. فبالتالي هي كانت رساله طمانينه على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الاساسيه وتوفرها بشكل كامل، وكمان مش توفرها بس ولكن توفرها في اسعار عادله تناسب ميزانيه الاسر المصريه، وده عن طريق عديد من المعارض اللي تم تقديمها والتعاون مع عديد من المؤسسات في الدوله مع كمان القطاع الخاص. قدرنا ان احنا بشكل كبير نشوف يعني عديد من المنافس البيع للسلع الاساسيه باسعار مناسبه وتوفرها بكميات كبيره تقدر ان هي تغطي احتياجات الاسر المصريه قبل حلول شهر رمضان الكريم. دكتور علي، يعني معرض اهل رمضان هيكون موجود في مختلف انحاء الجمهوريه، وزي يعني ما احنا عارفين انه في توجيهات من السيد الرئيس بتوافر السلع الاساسيه قبيل شهر رمضان. الى اي مدى يمكن لمثل هذه المعارض التعامل مع هذه الازمه في مواجهه لمحاولات مثلا بعض التجار لرفع الاسعار في الوقت الحالي؟ بتخلق نوع طبعا من المنافسه العادله، وفي نفس الوقت بتحارب بعض الاحتكارات اللي ممكن تكون موجوده، بتحارب جشع بعض التجار اللي بيستغلوا للاسف الشديد هذه الازمات لجني مزيد من الارباح. وبالتالي هي معارض بتيجي يمكن كمان فكره التوقيت الخاص بالمعارض، يعني المعارض احنا تعودنا عليها يمكن السنوات الماضيه، لكن الفكره كلها مرتبطه بالتوقيت اللي تم تقديمه علشان يعني يبقى فيها نوع من انواع الطمانينه بالنسبه للمواطن. وكمان مش بنستهدف محافظه بعينها، ولكن شفنا كافه المحافظات توفر فيها هذا المعرض بالشكل اللي يلبي احتياجات الاسر المصريه. دكتور علي، من يعني اهم النقاط اللي تكلم فيها رئيس الوزراء مساله التعامل مع صندوق النقد الدولي، تحدث عن البرنامجين السابقين، الاول انتهى في 2019 والثاني في 2021، وهناك يعني تصريحات الآن بالتعامل مع صندوق النقد الدولي في برنامج ثالث بمكونين، دعم فني ومكون تمويلي. أولا كيف تقيم تجربة التعامل مع صندوق النقد الدولي والاحتياج إلى برنامج حالي جديد في ظل الظروف الحالية؟ يمكن احنا شفنا على مدار السنوات الماضية كان في تعاون كبير جدا ما بين مصر وما بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عديد من الاصلاحات الاقتصاديه، اكيد اتت بالنفع على تحسن في المؤشرات الاقتصاديه الكليه وكمان جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه سواء كانت مباشره او غير مباشره، مع طبعا تحسن مستويات السعر الصرفي. لكن يمكن في الازمه اللي هنا محتاجين بشكل كبير يكون في برنامج جديد يقدر ان هو ينعكس بشكل ايجابي على تحسن المؤشرات الاقتصاديه الكليه، وبالاخص يمكن بالنسبه لمعدلات النمو الاقتصادي، يبقى هناك كمان شراكه اكبر خلال الفتره القادمه مع القطاع الخاص، جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه سواء كانت مباشره او غير مباشره،
دي كلها نقاط مهمه جدا هتاكد كمان القضاء الائتمانيه للاقتصاد المصري وتحسن مستمر باذن الله في تصنيفه الائتماني. نقطه مهمه مساله القطاع الخاص، احنا محتاجين كل سنه يعني اولا مليون فرصه عمل جديده، فبالتاكيد محتاجين مزيد من الاستثمارات سواء الداخليه او الاستثمارات الخارجيه المباشره، يعني كيف يتم دعم يعني هذه الفرص، فرص الاستثماريه في الداخل للداخل وللاستثمارات الخارجيه؟ الفكره كلها ان الدوله بتبتدي تتحرك في تهيئه مناخ الاستثمار في الدوله من حيث كافه المحددات من استقرار سياسي وامني، جزء ثاني مرتبط بالقوانين والتشريعات، جزء اخر مرتبط باستقرار السياسات الماليه والنقديه، فبالتالي دي كلها نقاط مهمه جدا بنبحث عنها اي مستثمر، بجانب كمان ازاي ان الدوله بتاكد على اهميه القطاع الخاص ومشاركته في عديد من المشروعات، ويمكن شفنا دوت على مستوى المشروعات القوميه ازاي ان في اغلبها كان في تعاون مهم جدا ما بين الحكومه وما بين القطاع الخاص، وده اللي بياكد اهميته وبياكد دوره المهم جدا في النشاط الاقتصادي مع العمل على تذليل كافه العقبات اللي بيواجهها المستثمر سواء كان محلي او اجنبي. دكتور علي، الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى تكلفة الطاقة واستيراد المواد البترولية، كنا بنستورد ب 6 مليار دولار سنويا بمعدل 500 مليون في الشهر، النهاردة بعد ارتفاع الأسعار تغير الوضع، تضاعف إلى من 500 مليون إلى مليار شهريا، 12 مليار سنويا، يعني تأثير هذه الزيادة على يعني المشروعات المختلفة وكيف يمكن التعامل معها سواء بالترشيد أو بأساليب أخرى؟ الفكرة كلها طبعا أن زيادة تكلفة الاستيراد بتأثر على العملة الأجنبية وتوفرها في الدولة، بيأثر على سعر صرف الجنيه، بيأثر على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بعد كده، دي كلها طبعا تأثيرات بتكون سلبية بشكل كبير، لكن الدولة بتحاول ان هي تتعامل مع هذا النوع من التضخم، ما يعرف بالتضخم المستورد، في ان هي بشكل كبير تحاول ان هي تقلل من حدة هذه الأزمة على المواطن، لكن طبعا هي تأثيرها السلبية مش على الاقتصاد المصري بس، لكن احنا شايفين تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي وعلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا، واحنا شفنا يمكن اكبر اقتصادات على مستوى العالم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية 7.9% اعلى معدل تضخم على مدار 40 سنة، منطقة اليورو شهدت معدلات تضخم اعلى من 5% وهي الاعلى على مدار 30 سنة، وبالتالي أزمة التضخم وارتفاعات الأسعار هي أزمة بيمر بها العالم ككل. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي.